موصله النهارده ان في استمرار للتظاهرات وان انه لا يمكن اي الحديث عن اي مبادرات تهدئه او مبادرات لمصالحات في ظل وجود المجلس العسكري الحالي وفي ظل وجود السيسي، وان مساله سقوط الانقلاب اصبحت او اسقاط الانقلاب اصبحت مساله وقت، ان التظاهرات وصلت خلال الايام الماضيه لاماكن لم تصل اليها منذ ثوره 25 يناير في كافه الشوارع والاذقه والحواري والنجوع والقرى، ان كل يوم تتسع رقعه المناهضين والرافضين للانقلاب، كل يوم ينضم شباب اكثر للمناهضين للانقلاب، اصبح امر يعني بديهي وكل من له عينين يعلم او يدرك يعلم ان هذا الانقلاب سيسقط، يعني انها مساله وقت. نحن نقول اذا عاش الانقلاب العسكري، اذا عاش الانقلاب العسكري لنهايه هذا الشهر استبدا الجامعات مع بدايه الشهر الجديد، وستكون هناك ثوره طلابيه ايضا ضد الانقلاب، وان كل الجامعات والطلاب او قيادات الطلابيه في الجامعات يستعدون من الان لانتفاضه طلابية ضد الانقلاب العسكري. دعينا النهاردة أن يوم الجمعة القادم سيكون استمرار للتظاهرات ضد الانقلاب، وستخرج المظاهرات من كافة المساجد الرئيسية في لجمهورية مصر العربية، وستتحرك في كافة الشوارع الرئيسية وكافة الميادين، وسيكون في هذا الشهر أيضا يعني درجات أعلى من التصعيد في طريق العصيان المدني. هناك من يقول كل يوم تخرجون في مظاهرات ثم تعودون دون اعتصام دون اي شيء، ما الفائده من استمرار هذه المظاهرات؟ الفائده زي ما قلت في البدايه انها توسيع رقعه المناهضين للانقلاب، وان هناك كل يوم ينضم الينا فئات جديده من الشعب. نكسر حاجز الخوف، كسرنا حاجز الخوف في 25 يناير، ارادوا ان يعيدوه مره اخرى بفض اعتصام رابعه والنهضه وباعتقال العديد من الشباب من منازلهم بعوده الزوار الفجر، ولكننا كسرنا مره اخرى حاجز الخوف، ننزل كل يوم. نحن لا نريد صدام، لا نريد قتل، ولكن اذا واجهونا بالرصاص الشباب نستطيع ان نواجه الرصاص يعني بأيادي عارية وبصدور عارية، ونستمر في هذا. المظاهرات تستمر لأننا نعتقد أن يعني الانقلاب يتفتت بتلك هذه المظاهرات، وأن سيأتي لحظة نستطيع أن نطلق عليها أو مرحلة نطلق عليها مرحلة الحسم، وهذه يعني لكل حدث حديث، ولكنها ستكون أيضا وفق التصعيد المقاومة الشعبية السلمية.